أقوال عاشت أزمنة خلدها التاريخ دهورا، خلدها التاريخ دهورا. نستعرض منها أعذبها أحداثا عبرا وسطورا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج ماء الذهب أجدد لكم التحية. أيها الأحبة، دعونا اليوم نقف مع بطل جديد ومع مقولة جديدة، ونكتب معا بماء الذهب هذه المقولة. دعونا نتوجه اليوم مرة أخرى إلى مكة، إلى شوارع مكة وصبية مكة وشباب مكة، تحديدا لشاب واحد وهو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ذلك الشاب القرشي الذي عندما سمع بالإسلام كان شديدا عليه وشديدا على أهله أيضا، فكان من أشد أعداء الإسلام، اعتقادا منه أن الإسلام أتى للتفريق بين أبناء العمومة والأقارب والأصحاب. من هنا عاد عمر بن الخطاب الإسلام والمسلمين. ولكن دعونا نذهب إلى مشهد إسلام عمر بن الخطاب، كيف دخل الإسلام في ذلك القلب الذي كان يكره الإسلام وكان يكره أهل الإسلام، بل وكان يعاديهم أشد العداوة. عمر بن الخطاب جاء في ذلك اليوم ليسمع تلك الآيات الرقراقة من الخباب بن الأرث، ليدخل الإسلام في قلبه، ليسأل عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ليتوجه ذلك العملاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ليدخل في الإسلام. وقبل ذلك ليشده النبي صلى الله عليه وسلم مع تلابيبه، فيقول له: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمات ثابتة راسخة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أسلم عمر بن الخطاب. ولكن عمر بن الخطاب مع عدائه للإسلام، والآن يدخل في الإسلام، يريد أن يرد الدين الذي له على الإسلام، يريد أن يرد بعض العداوة لأعداء الإسلام. أين يذهب عمر بن الخطاب؟ ماذا يفعل عمر بن الخطاب؟ يذهب إلى ألذ أعداء الإسلام، فرعون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى أبي جهل، يطرق الباب والوقت ظهيرة. تخيلوا معي ذلك المشهد، يطرق عمر بن الخطاب على أبي جهل الباب والوقت كان في الظهيرة، يفتح أو يأمر بفتح الباب أبي جهل، يفتح الباب فيقول أبي جهل لعمر بن الخطاب: مرحبا بك، ماذا أتى بك؟ فيقول عمر بن الخطاب: لقد أسلمت يا أبا جهل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا بأبي جهل يغلق الباب في وجه عمر بن الخطاب. لم يشف غليل عمر بن الخطاب بعد، ماذا يفعل؟ ذهب إلى مجالس مكة، إلى شوارع مكة، إلى طرقات مكة. أسلمت، 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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلم يقم له أحد، فيذهب إلى أحد الناس في مكة المعروفين بإشاعة الخبر وإذاعته، فيقول له: أما سمعت الخبر؟ فيقول له: لا، لم أسمع. فقال له: أسلمت. فإذا به يقوم على الناس في مكة عند الكعبة ويقول لهم: لقد صبأ عمر، لقد صبأ عمر. فيقوم عمر بن الخطاب فيضربه على رأسه، وهو يقول: بل قل أسلم عمر. تمحى الآن كلمة الصبأ، تمحى الآن كلمة الكفر، بل هو دين الإسلام، ومن يدخل له يسمى مسلما وأسلم. قال له: بل قل أسلم عمر. ليقوم الناس كلهم على عمر، يضربون عمر ويضربهم عمر، يقاتل عمر الناس حتى تغرب الشمس، منذ الظهيرة حتى تغرب الشمس وهو يقاتل الناس ويرد من يضربه بمثلها. هذا ليس أي أحد،
هذا ليس إلا عمر بن الخطاب الفتى القوي الممكن له في مكة. يقوم عمر ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولة جميلة فيقول: ما صلينا في المسجد الحرام إلا عندما دخل عمر بن الخطاب إلى الإسلام. إذن دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإسلام. عندما دخل عمر بن الخطاب الإسلام أصبح الإسلام عزيزا، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ويقصد هنا عمر بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب. بعد إسلام عمر بن الخطاب دعونا نذهب إلى مواقف عديدة مع هذا الصحابي الجليل، حيث نقف معا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رحل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عمر في قمة الحزن وفي قمة الأسى، حتى ما استطاعت قدماه أن ترفعاه من على الأرض. عمر بن الخطاب كان دائما ثاني رجل بعد أبي بكر الصديق، فها هو وبعد الخلافة وبعد أن أمسك أمور المسلمين، توسعت دولة المسلمين لتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ليفتح عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب شمال أفريقيا، مصر وما جوارها. بعد أن فتحت بلاد مصر وأصبحت مختلطة المجتمع، فمنهم المسلمون ومنهم من كانوا على دين النصارى، وكان ابن عمرو بن العاص يحب سباق الخيل، وكان له خيلا تدخل في السباق، ولكن أيضا كان أحد الأقباط ماهرا جدا في السباق، فسبقت فرس أحد الأقباط فرس ابن عمرو بن العاص، فما كان من ابن هذا الصحابي إلا أن جلد بصوته هذا الشاب القبطي. ماذا يفعل الشاب القبطي؟ ماذا يفعل أهل هذا الشاب؟ لا يذهبون إلا للفاروق، يتجهون نحو المدينة. دعونا نذهب معهم إلى المدينة، حيث يلتقون مع عمر بن الخطاب ليشكون إليه ضعف حالهم وما أصابهم في مصر حيث جلد هذا الشاب. سمع عمر بن الخطاب بكل وقار وصبر هذا الكلام، فعلم أن الظلم قد وقع تحت إمارته، ليستدعي عمرو بن العاص ويستدعي ابن عمرو بن العاص ليحاسبهم على ما فعلوه في ذلك المجلس. أمير أحد الدول عمرو بن العاص وابنه، وفي المقابل ذلك القبطي المسكين. تخيلوا معي الموقف، وعمر بن الخطاب هو القاضي وهو الحكم في هذه المسألة. سمع من الطرفين، علم أن ابن عمرو بن العاص هو الظالم، حكم بعدها بجلد عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص، لأنه قال: لولا مكانة عمرو بن العاص ومنصب عمرو بن العاص لما تجرأ ابنه. ثم معا دعونا نكتب بماء الذهب هذه القولة المشهورة لأمير المؤمنين ابن الخطاب، حيث قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بعد هذه المقولة علم الناس عدل عمر وإنصاف عمر، فبهذه القولة جعل الناس كلهم سواسية، كلهم أحرار كأسنان المشط، وهذه دعوة الإسلام الخالدة. ليخلد هنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اسمه مع العظماء، وتكون هذه القولة من المقولات التي خلدها التاريخ. فرضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. السلام عليكم. أقوال عاشت أزمنة خلدها التاريخ دهورا.